احنا هنتكلم في موضوع مهم جدا، محاكاة الشباب، نموذج لمحاكاة الشباب لمجلس النواب، لكن ايضا هنتكلم على ايسيسكو وعام الشباب واهميته وكيف يتم التناول وايه هي مقترحات الشباب. بالتاكيد ده من خلال اطلاق عام ايسيسكو للشباب تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفاليه دوليه كبرى من العاصمه الاداريه في الفتره من 7 إلى 10 أكتوبر 2023، واعتباره عاما للشباب. يعني بالتأكيد احنا كمان كنا بنحب نستقبل مكالمة تليفونية لدكتور سالم بن محمد المالك ونتكلم عن هذا العام وازاي ممكن يكون في تأهيل للشباب ونماذج المحاكاة اهميتها ايه. معانا كمان الشباب، هنرحب بيهم. معانا نماذج شبابية للمحاكاة في مجال طبعا مجلس الشيوخ، انتوا عاملين النموذج ده. هرحب بيكم الاول استاذ وائل الشريف، معانا استاذ احمد علاء عبد الباري ونورهان حسين، اهلا بيكم معانا. معانا بقى المكالمه التليفونيه زي ما نوهنا في الاول، وهنستقبل المكالمه التليفونيه لدكتور سالم بن محمد المالك مدير عام منظمه الايسيسكو. اهلا بحضرتك معانا يا فندم. اهلا وسهلا فيكم. يعني جهد عظيم، والاهتمام بالشباب شيء مهم جدا في عام الشباب للايسيسكو. حابين نعرف المكتسبات وازاي بيتم التعامل في هذه النماذج واهميه الشباب وازاي الايسيسكو مهتمه بهذا الشان. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اود ان اتقدم بخامه الشكر والتقدير لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي رعى عام الشباب، عام الايسيسكو للشباب، وايضا مثل دوله رئيس الوزراء نيابه عن فخامه الرئيس حضور اطلاق عام الشباب قبل يومين. الشباب هم عماد المستقبل، هم ابنائنا، هم الجيل الذي ننظر له بمنظار المستقبل، ولذلك نحن حريصون جدا على دعمهم، تقوية مهاراتهم، بناء أيضا قدراتهم، تدريبهم على متغيرات ومتطلبات العصر القادم. ولذلك كنا نريد أن نركز على هذا الجيل ونعطيه حقه ودعمه في جميع المجالات. ولا يوجد يعني من مصر انطلق هذا العام بقيادة فخامة الرئيس السيسي الذي كان داعما للشباب في جميع المراحل وفي جميع الأوقات. فنحن سعداء حقيقة تكون انطلاقا من مصر، مصر العروبة، مصر الحضارة، مصر الشباب، مصر الأمل. لذلك على يقين بأن هذا العام سيكون ثريا. هو انطلاقة العام، العام يبدأ من انطلاق وسيستمر في عام 23 حتى نهاية عام 24 إن شاء الله. يعني منظمة الايسيسكو أو العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة مهتمة جدا بالشباب وبلورة المزيد من الأفكار لوضع الاستراتيجيات، إلى أي مدى يكون ذلك فعلا؟ والله أولا الايسيسكو بدأت بنفسها فجددت في دمائها، وفي الوقت الحاضر الايسيسكو 41% من موظفيها هم شباب وفتيات أعمارهم أقل من 35 سنة. نسعى إن شاء الله ونطمح إلى أن نصل إلى 90% خلال العامين المقبلين. ولذلك نحن حريصون جدا على أن يكون للشباب دورهم في التنمية المستدامة التي يطلع لها العالم الإسلامي برمته. الحضارة الإسلامية ومجد الحضارة الإسلامية الذي كان سيقوم إن شاء الله وسيعود إلى ما كان من خلال هؤلاء الشباب الذين بدأوا، والذين تريد الايسيسكو وكثير من المنظمات الأخرى والدول تنمية مهاراتهم، إبداعاتهم، ابتكاراتهم، والانطلاق بهم إلى آفاق المستقبل إن شاء الله. الحقيقة احنا معنا شباب مصريين نماذج هنتعرف عليهم أكتر وهنعرف منهم أكتر، وبشكر حضرتك على هذه المعلومات. شكرا يا فندم لتواجدك معنا. يعني أرجع بقى للنماذج الشبابية ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ. الأول يعني هوجه السؤال لوائل الشريف، يكلمني على مشاركتك وليه فكرت أن أنت تشارك في كيان زي ده؟ أولا يعني أنا من شباب وزارة الشباب والرياضة، طبعا
من يعني النماذج المحاكاه للحياه السياسيه. انت خريج ايه اساسا؟ نعم خريج. انا خريج جامعه الازهر كليه الدراسات الاسلاميه. كليه الدراسات الاسلاميه. اه جميل. اهلا وسهلا. طبعا عنوان نموذج محاكاه الشيوخ كن قياديا كن مؤثرا. طبعا احنا النموذج بشكل عام اطلقته وزاره الشباب والرياضه، دي كانت الغرفه الثانيه للغرفه التشريعيه الثانيه. طبعا وزاره الشباب والرياضه عندها برلمان الشباب وبرلمان الطلائع. طبعا اطلقت الغرفه الثانيه اللي هي برلمان الشيوخ. طبعا كان السن بتاعه محدد من 25 الى 40 سنه. كانت الشريحه دي طبعا يعني تعتبر ما لهاش اي مشاركات سياسيه في الفترة من 2011 إلى الوقت الحالي يعني، أو الفترة قريبة يعني، لأنه يعني طبعا كانت الشباب دي بتشارك في المحليات، بتشارك في أنشطة المجتمع المختلفة. طبعا الوزارة سعت لتأهيل الشريحة دي وتمكينهم سياسيا من خلال إطلاق نموذج محاكاة الشيوخ. في طبعا النموذج بيحتوي على العديد من القيادات الشبابيه. هنعرف بقى التفاصيل اكتر بس بعد ما نكمل تعارف معانا احمد علاء عبد الباري. الاول عايز اعرف خريج ايه وليه اتجهت هذا الاتجاه؟ ايه اللي شدك يعني؟ خريج كليه الحقوق يا فندم جامعه اسيوط، ماجستير القانون العام من كليه الحقوق جامعه اسيوط. تمام. خلصت ماجستير ولا باحث ماجستير؟ لا خلصت ماجستير وباحث باحث دكتوراه بقى. اه يا فندم بالتوفيق. حاضر فيك. في البدايه طبعا انا حابب اوجه كل الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرصه الدائم على مشاركة الشباب في الحياة السياسية. حابب أشكر السيد الأستاذ دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أيضا دعمه الدائم والمتواصل للشباب من خلال إرساء عدة برامج مختلفة وفقرات وندوات من خلال وزارة الشباب والرياضة. وأكبر دليل على ذلك نموذج محاكاة مجلس الشيوخ اللي احنا موجودين فيه. ده أكبر نموذج بيدل على إرساء مبادئ التمكين السياسي داخل الشباب من مختلف المحافظات. احنا بنتكون من 300 شاب داخل نموذج محاكاة مجلس شاب وفتاة. شاب وفتاة طبعا معنا نوران لسه هنا طبعا شاب وفتاة فندم. في خلال نموذج محاكاة مجلس الشيوخ مننا 100 معينين من عن طريق الوزارات والإدارات المختلفة، 100 عن طريق القائمة، ومية عن طريق الانتخابات الفردية. تجمع العدد الهائل من الشباب ده بيدل على وصول الشباب لحياة سياسية وتمكين سياسي عالي جدا من خلال الالتقاء جميعا تحت مظلة نموذج واحد وتبادل الآراء والأفكار المختلفة. وده بيؤدي إلى إرساء عدة قواعد وعدة أسس من حيث الثبات في ممارسة أو مواصلة الحياة السياسية عن طريق النموذج. النموذج بيعتبر نموذج مصغر من مجلس الشيوخ. هنعرف برضو التفاصيل بعد ما نتعرف أكتر على نورهان. نورهان خريجة إيه؟ حقوق دفعة 2017 ماجستير قانون عام. جميل. أول مرة تشاركي في الأنشطة دي كانت إيه؟ كان دي أول مشاركة ليك. أول مشاركة ليا. إيه اللي شجعك إن أنت تشاركي؟ حد من أصحابي هو اللي شجعني عليها بالصدفة. مشارك أيضا؟ لا مش مشارك. ورغم كده شجعك وهو مشارك؟ شجعني وسافر. طب جميل. كانت صدفة. كان بدأت من 2019 والانتخابات كانت 2022. كانت عن سبيل الصدفة كل حاجة، بس استفدت منها جدا. تعرفت على ناس كتيرة، النموذج، أساسيات مجلس الشيوخ، اللوائح، معلومات كتيرة كمان وفايدين كمان في شغلي. شغلك إيه؟ محامية. يعني انت بتمارسي المحاماة؟ بمارس المحاماة. وحضرتك برضو صح؟ تمام. جميل جدا. دورك ايه في نموذج المحاكاة؟ والله احنا طبعا كان الانعقاد الاول طبعا خدنا تعريف عام كان بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وبعض القيادات في مجلس الشيوخ وبعض قيادات وزارة الشباب والرياضه. طبعا احنا لسه الى الان يعني لم تنعقد الانعقاد الاول وتتخصص اللجان في داخل النموذج، بس النموذج نفسه يعني انتوا لسه في مرحله البروفات في بالظبط كده. بس النموذج اصلا يعني لكن هو الادوار تم توزيعها
لا لسه ولا لا هو لا لسه, لا لسه, لا لسه لا يعني البروفات وبناء عليه هو حصل منتدى واحد تعرفنا فيه على اللوائح مجلس الشيوخ, كان في ورش عمل لكن المعسكرات لسه ما بداتش, وبرده الانتخابات الداخليه التشكيل الفعلي للنموذج برده لسه, ده كله لسه بقى الخطه الجايه اللي هي مفروض ماشيه بيها الوزاره لسه ما عندناش علم بيها. كل اللي بيحصل الفتره دي هي تدريبات ودورات بنشارك فيها, كانت أكاديمية مصر العسكرية, كورسات شمولي المالي, يعني بتنزل كورسات تانية. كان في من كام يوم كان في معسكر خاص بالإعداد القادم, بس على حسب اللينك اللي بينزل واللي بيشترك يعني ممكن البعض يشارك في حاجات وحاجات لا اختياري يعني. طب شاركت في ايه لغاية دلوقتي؟ احنا شاركنا من خلال النموذج, كان في عندنا ورش عمل كانت بتتكلم ورش العمل عن, كانوا ثلاث ورش عمل موجودين, ورشه بتتكلم عن الواقع السياسي في مصر, ورشه بتتكلم عن الواقع الاقتصادي, والورشه الثالثه كانت دي كانت في اكاديميه ناصر العسكري. لا يا فندم, دي كانت من داخل النموذج في المنتدى نفسه. تمام يا فندم, كانت بتتكلم عن تنظيم اللائحه الداخليه لنموذج محاكاه مجلس الشيوخ. بالنسبه لي شاركت في الورشه الثانيه بعنوان الواقع الاقتصادي ما بين الواقع والمأمول, اتكلمنا عن بعض المشاكل الاقتصادية اللي بتواجه مصر في الفترة الحالية من خلال ورشة العمل. كان عندنا مجال واسع ان احنا نتكلم عن بعض المشكلات والتحديات اللي بتواجه مصر وداخليا وخارجيا, قدرنا نجمع مجموعة من الآراء اللي بناء عليها وصلنا لمجموعة توصيات من خلال آخر يوم في عمل الورشة, وده كان بيقدم مجموعة من الحلول المقترحة اللي احنا بنقول ممكن الحلول دي تنفذ على أرض الواقع لحل بعض المشكلات الاقتصادية اللي بتواجهها مصر حاليا. تفتكر أهم الحلول إيه يا أستاذ وائل؟ أو إيه الأطروحات اللي طرحت خلال هذه الورشة؟ أنا كنت مشارك في المحور السياسي. تمام. طبعا كان من أهمها تمكين الشباب, وطبعا كان متكافؤ الفرص في تمكين الشباب, كان دي من ضمن التوصيات في المحور السياسي. طبعا كان في المحور الاقتصادي طبعا مهم جدا, كان مشاركين فيه بعض الزملاء وكان ليهم رؤى كتير, وطبعا وقدموا مقترحاتهم متميزه جدا واشادت بها بعض القيادات اللي كانت موجوده معانا. طبعا كان تنظيم اللائحه الداخليه للمجلس اتكلموا فيها, طبعا عندنا كوكبه كبيره جدا من الزملاء عندهم ماجستير وبيناقشوا دكتوراه, محامين طبعا متخصصين في مجال القانون اضافوا كتير. طبعا تخصصك مهم برضو على فكره, واكيد بيستفيدوا منه يعني كل التخصصات, لان احنا بنتكلم عن نظام سياسي ونظام اقتصادي وغرف تشريعيه, ده بيحتاج كل الثقافات. اكيد طبعا. النموذج طيب على المستوى الشخصي النموذج بشكل عام مليء بالكوادر القويه جدا, اضفنا لبعض كتير, التنوع الموجود وسط شريحة الشباب باختلاف فكرهم وثقافتهم وشغلهم. احنا عندنا 100 اصلا عينهم وزير الشباب والرياضة, يعني كلهم كوادر قوية جدا معانا في محافظين في محافظات مسؤولين. لا احنا طبعا اضفنا البعض كتير. جميل جدا. الحوار يعني في ورش العمل انا سعيدة بوجودكم جدا. الاضافات يعني كل ما استفدتوه من هذا النموذج ومن هذه المشاركات هتستفيدوا اكتر. كان نفسي يعني يبقى في وقت اكبر من كده, لكن على قدر مشاركاتكم هيتم الاستفادة. بشكركم على المشاركة في هذه النماذج, ودايما تقدموا لنا نماذج جميلة في لقيادات المستقبل من الشباب المصري. بشكركم جدا ونورتوني. وفي آخر حلقتنا بقول أن بالتأكيد الشباب هم ذخر للوطن, إزاي ممكن تنميتهم تكون طريق للمستقبل لمصر, مصر التنمية, مصر التي تستحق كل خير, وبالتأكيد شبابها هو الأمل والمستقبل. كنا معاكم ومصر جميلة. إلى اللقاء وحلقة جديدة.